جرى اتصال هاتفي اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس الدكتور عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيقة تم خلال الاتصال الهاتفي تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعبين والبلدين الشقيقين بالمزيد من الازدهار والرفعة والتقدم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات